قام رئيس عبد الفتاح السيسي بتوديع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى الخليفة بمطار القاهرة الدولي، وذلك في ختام زيارته لمصر. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الزيارة شهدت مباحثات موسعة تناولت العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها بمختلف المجالات. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوديع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين بمطار القاهرة، وذلك عقب قيام جلالته بزيارة رسمية لمصر استمرت 3 أيام، وشهدت مباحثات موسعة مع شقيقه السيد الرئيس تناولت العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يعكس الطابع الأخوي والاستراتيجي للعلاقات الشعبية والرسمية.